بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب والأكارم، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة، في موضوع درس جديد بعنوان مدخل الوحدة السادسة، عالم الطيور والحشرات. سنتعلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس تسمية عدد من الطيور والحشرات من خلال الصور، أيضا تسمية الطيور والحشرات من خلال التعرف على بعض صفاتها، وأيضا إنشاء جمل تصف بعض هذه الطيور والحشرات. إذن درسنا هو بعنوان مدخل الوحدة السادسة، عالم الطيور والحشرات. عالم الطيور والحشرات. قبل البدء أعرض عليك أيها الطالب الكريم هذا السؤال من خلال العنوان: أي الصور التالية يعد من الطيور؟ نحن كما تعلم درسنا بعنوان عالم الطيور والحشرات، فأي الصور التالية يعد من الطيور؟ أي الصور التالية يعد من الطيور؟ هل الصورة الأولى الدجاجة، أم الصورة الثانية الجمل، أم الصورة الثالثة الخروف؟ ها، هل تستطيع أن تميز أي منها يعد من الطيور؟ أي من الصور التي أمامك يعد من الطيور؟ هل تعرف؟ ها، فكر قليلا، هل تعرف؟ أحسنت، إنها الدجاجة. ممتاز، الدجاجة تعد من الطيور. أحسنت. إذن عالم الطيور والحشرات هو درسنا، ونبدأ بأتأمل صور الطيور والحشرات. أقرأ أسماء الطيور والحشرات قراءة صحيحة، قراءة صحيحة. سأعرض لك بعضا من صور الطيور والحشرات وعليك قراءتها قراءة صحيحة. هذه صورة الصقر، صورة الصقر. إذن الحيوان الذي أمامي يسمى الصقر، يسمى الصقر، وهو من الطيور، وهو من الطيور الجارحة، من الطيور الجارحة. الصورة التي تليها: إنه للديك الرومي، صورة الديك الرومي، والذي يتمتع بجمال جناحه وشكله. إنه الديك، الديك الرومي، الديك الرومي. الصورة التي تليها وأنت تعرفها كثيرا أيها الطالب، إذ أنها من أكبر الطيور وتعيش في البراري، ونسميها النعامة، نسميها النعامة. إذن هذه صورة النعامة. أحسنت. أيضا الصورة التي تليها صورة طائر نراه كل يوم، وله زقزقة في الصباح، ونراه كل صباح عندما نذهب إلى المدرسة. فما هو هذا؟ العصفور. نعم، إنه العصفور. أحسنت. هذه الصورة لطائر يسمى البطريق، وهو يعيش في الأماكن الباردة جدا، ويعد من الطيور، ويعد من الطيور. الصورة التي تليها صورة الغراب، صورة الغراب، وهو من الطيور ويتغذى على الحشرات. هذه الصورة لطائر نعرفه جميعا، يعيش في الأنهار وبرك المياه، ويسمى البطة. الصورة أمامي لطائر البطة، لطائر البطة. أحسنت. هذه الصورة الجميلة لحشرة تسمى الفراشة. نعم، تسمى الفراشة. أحسنت. أيضا هذه الصورة لطائر جميل في شكله، وهو الببغاء، نسميه الببغاء. هذه الصورة لحشرة تسمى الجرادة.
وتعد من الحشرات الضارة لأنها تأكل المزروعات. إذن هذه الحشرة ضارة نسميها الجرادة. هذه الحشرة هي العنكبوت، والذي ينسج خيوطه على الأشجار. العنكبوت ينسج خيوطه على الأشجار، نسميه هذه الحشرة نسميها العنكبوت. هذه أيضا حشرة نافعة تسمى دودة القز، دودة القز، وهي من الحشرات النافعة، من الحشرات النافعة، وسنتعرف على عملها وفائدتها في هذا الدرس إن شاء الله. هذه شرائق دودة القز، الآن أيها الطالب الكريم، أقرأ كل وصف ثم أكتب اسم الطائر أو الحشرة أمام الوصف الذي يدل عليه. انظر للصورة ونقرأ الآن الوصف. طير صغير لونه بهيج، قفزاته بين الغصون لطيفة، يصحو مبكرا له زقزقة خفيفة. فهل تعرف أيها الطالب الكريم ما اسم هذا الطائر؟ ها؟ هل تعرف من خلال الصورة وكذلك الوصف الذي وصفناه؟ فقلنا أنه طير صغير لونه بهيج، قفزاته بين الغصون لطيفة، يصحو مبكرا له زقزقة خفيفة. هل تعرف ما اسمه؟ أحسنت، العصفور. إنه العصفور، ممتاز. هذه الحشرة التي أمامك في صورتها ووصفها بأنها حشرة ضارة تأكل الزروع بشراهة. فهل تعرف ما اسمها؟ هذه الحشرة؟ أحسنت، الجرادة، نسميها الجرادة. أحسنت. انظر للصورة التي تليها، صورة لطائر ووصفه أنه من الطيور الداجنة، منظرها جميل، وهي ماشية تهتز، تعوم في الماء كأنها قارب صغير، ترفرف بجناحيها وهي تعوم، صوتها فيه بحة لطيفة. فهل تعرف ما اسم هذا الطائر؟ هو من الطيور الداجنة، ومنظرها جميل، وهي ماشية تهتز، تعوم في الماء كأنها قارب صغير، ترفرف بجناحيها وهي تعوم، وصوتها فيه بحة لطيفة. فهل تعرف ما اسم هذا الطائر؟ أحسنت، إنه البط، ممتاز. الآن إلى هذه الصورة، انظر لهذه الحشرة التي تنسج خيوطها على الأشجار، ومن وصفها أنها حشرة نسجت خيوطها على غار ثور عندما اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل تعرف ما اسم هذه الحشرة؟ أحسنت، العنكبوت، ممتاز. هذه العنكبوت نسجت خيوطها على غار ثور عندما اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. أحسنت. انظر لهذه الصورة وهذا الطائر الجميل الذي من وصفه أنه أكبر الطيور المنزلية، وجيه في طلعته، جميل بريشه، يمشي معجبا بنفسه، ينتفش ريشه ويحمر وجهه ورقبته، يكركر صوته كركرة متوالية. فهل تعرف ما اسم هذا الطائر؟ ها، انظر للصورة جيدا، ومن وصفه كما قلنا أنه أكبر الطيور المنزلية، وأنه وجيه في طلعته، جميل بريشه، يمشي معجبا بنفسه، ينتفش ريشه ويحمر وجهه ورقبته، يكركر صوته كركرة متوالية. هل عرفته؟ أحسنت، الديك الرومي، ممتاز، اسمه الديك الرومي. أحسنت. انظر لهذا الطائر الجميل، وهو طائر جميل في منظره، ولعلك تعرفه أكيد،
فهو طائر جميل ومحبوب، فيه بهجة وتسلية للإنسان، يردد بصوته كل كلام يسمعه من غير فهم. ها، هل عرفته؟ هذا الطائر الذي يردد كلام الناس، هل تعرف ما اسمه؟ أحسنت، إنه الببغاء. ممتاز، إنه الببغاء. ممتاز، انظر لهذا الطائر وانظر لصورته، ومن وصفه أنه طائر خطاف، صوته نعيب يقول غاق غاق، ولونه أسود، يتغذى على الحشرات. هل عرفته؟ ها، لونه أسود مخيف، نراه دائما في البراري أيضا. أحسنت، الغراب. ممتاز، إنه الغراب، هذا نسميه الغراب. انظر لهذه الصورة وهذا الطائر الذي يعيش في الأماكن الباردة جدا، ومن وصفه أنه طائر لكنه لا يطير، لا يستطيع الطيران، له ريش ويبيض، ويستخدم جناحيه ليسبح في المياه الباردة، لا يعيش إلا قريبا من المياه الباردة، وهو لا يطير ولكن جناحيه يستفيد منها في السباحة في المياه الباردة. فهل تعرف ما اسم هذا الطائر؟ أحسنت، البطريق، اسمه البطريق. ممتاز، انظر لهذا الطائر الجارح والذي هو مهيب في طلعته ويسمى، ها، هل تعرف ما اسمه؟ انظر لصفاته أمامك، من الجوارح، والجوارح تأكل الحيوانات الأخرى، له منقار حاد ومخالب طويلة قوية، لعلك عرفته من خلال الصور فقط أيضا. ها، أحسنت، إنه الصقر. ممتاز، إنه الصقر. أحسنت، انظر لهذه الحشرة التي قلنا قبل قليل أنها حشرة نافعة، وهي تتغذى بورق التوت وتنتج خيوط الحرير الطبيعي. إذن هذه الحشرة مفيدة لأنها تنتج لنا خيوط الحرير الطبيعي، تنتج لنا خيوط الحرير الطبيعي. فهل تعرف ما اسم هذه الحشرة؟ أحسنت، نسميها دودة القز، نسميها دودة القز، وتتغذى بورق التوت. الآن أيها الطالب الكريم، أنطقوا أسماء الكائنات الموجودة في الصور، ثم أكتبوا اسم كل منها في المكان المخصص. أنطقوا أسماء الكائنات الموجودة في الصور، ثم أكتبوا اسم كل منها في المكان المخصص. انظر لهذا الطائر، ماذا نسميه؟ أحسنت، نسميه الديك. ممتاز، يسمى هذا الطائر، يسمى الديك. أحسنت، أيضا الصورة التي تليها، ها، هل تعرف ما هذه الحشرة؟ ها، أحسنت، النملة، إنها النملة. ممتاز، أيضا الصورة التي تليها، هذه الصورة التي تظهر أمامك لحشرة ضارة، فما اسمها؟ أحسنت، الذباب. ممتاز، إنه الذباب. أيضا الصورة التي تليها، ها، حشرة من الحشرات النافعة جدا، يخرج منها العسل، فماذا نسميها؟ أحسنت، النحلة، نسميها النحلة. ممتاز، انظر لهذه الصورة لهذا الطائر الذي ينفش ريشه بشكل جميل، فهل تعرف ما اسمه؟ أحسنت، الطاووس. الطاووس يعد من أكبر الطيور أيضا. الآن أيها الطالب الكريم، أصفوا كل طير أو حشرة في جملة، وأضعوا نقطة في آخر كل جملة، في آخر كل جملة. انظر لهذا الطائر وهو طائر الطاووس، قلناه قبل قليل، فهل تكتب جملة مشتملة على اسم الطاووس؟ ها، أحسنت، الطاووس طائر ألوانه بديعة. أحسنت، الطاووس طائر ألوانه بديعة. نأتي إلى الطائر الذي يليه، ها، الديك. أحسنت، الديك، هل تستطيع أن تنتج لنا جملة تشتمل على اسم الديك؟ ها، أحسنت، الديك طائر صوته قوي. ممتاز، الديك طائر صوته قوي. ممتاز، انظر لي هذه الحشرة، ها، هذه الحشرة، هل تستطيع أن تنتج عنها جملة تشتمل عليها أيضا؟ ها، ماذا نقول؟ النملة
حشرة صغيرة الحجم كثيرة العمل. ممتاز. النملة حشرة صغيرة الحجم كثيرة العمل. أحسنت. انظر لهذه الحشرة أيضا وهي حشرة نافعة، النحلة. ها ماذا نقول عنها؟ ماذا نقول؟ أحسنت. النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها. النحلة حشرة يخرج العسل من بطنها. أحسنت. انظر لهذه الحشرة الضارة الذباب، ماذا ممكن أن نقول عنها؟ أحسنت. يحب الذباب الأماكن القذرة. يحب الذباب الأماكن القذرة. أحسنت. تقويم. اختار إجابة الصحيحة من الصور التالية. أي الحشرات التالية يعد نافعا؟ هل هي الحشرة الأولى دودة القز، أم الحشرة الثانية الجرادة، أم الحشرة الثالثة الذباب؟ ها فيما تعلمت أي منهما يعد حشرة نافعة؟ أحسن. دودة القز تنتج لنا الحرير الطبيعي. أحسن. تعلمنا أيها الطالب الكريم في درسنا اليوم مدخل الوحدة السادسة عالم الطيور والحشرات، تعلمنا أن تعرفنا على الطيور والحشرات من خلال الصور، وأيضا وصف الطيور والحشرات في جمل مفيدة. مراجعنا كانت كتاب المعلم والطالب والتطبيق النحوي. انتهى درسنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.